السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو on va faire la correction de l'exercice 14 et 15 page 27 et page 28 du manuel étincelle première année biof dans le cours les états physiques de la matière. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، بارتاجوا الفيديو للاستفادة العامة. exercice 14 page 27 interprétez une observation. On ferme de l'air dans une seringue et on le comprime. نقوم بسد فوهة المحقنة بداخلها واحد الغاز ثم نضغط على مكبس. Premièrement, comment varier le volume d'un gaz que l'on comprime? إذن هنا بالنسبة لي نحن إذن إلى comprime هي جات compression. إذن نضغط على المكبس البيستون ديال لو سرونغ. إذن لو فوليم اش تيكون لو فوليم؟ لو فوليم ديميني. إذن سي اون كومبريم ان غاز سون فوليم ديميني. إذا قمنا بالضغط على المكبس تبني تكون كومبريسيون راه الحجم يتناقص وهي الفوليم ديميني. دوزيامو كلاسي لي سرانك دو لا فيغور سي دوسو دون لوردر كواسون دو لا كومبريسيون. إذن هاد لي سرانك ا بي سي عندي لهم واحد الترتيب ديالهم بكرواسون وهي في تزايد. إذن لا كومبريسيون ملي تيكون الضغط كتير إذن الكومبريسيون تزايد من الصغير لكبير. إذا مشيو من البتي كومبريسيون وهي ملي تيكون كومبريسيون فيبل تيكون لو فوليم اوغمونت أي تيكون الفوليم كتير. إذا فين اللي فيها أقل كومبريسيون وهو سي. من بعد ملي ندفعو تاني ندفعو نديرو أ أونسويت بي. إذا فين اللي فيها كومبريسيون كتيرة وهي ضغط وهي بي. هذا الكتاب تبع هذا السي هنا لان ملي قالك ملي قال كرواسون كرواسون هي في تزايد اذا من الصغير لكبير. اذا لو سورانغ سي هي لو هي البوتي انسويت ا انسويت بي. اذا سورانغ سي بوي سورانغ ا بوي سورانغ بي. اذا تلاحظوا الحجم سي اون كومبريم ان غاز ديميني. اذا ملي تيكون عندنا لو فوليم ديميني تتكون كومبريسيون بلو غران وهذا هو بي. Exercice 15, page 28. Interprétez un schéma. Dire un stintage. Observez le schéma ci-dessous. Le schéma, maintenant, premièrement, qu'appelle-t-on surface libre des liquides? Je ne vois pas. Maintenant, nous sommes mis à le moustawa al-hor diel al-sa'il. Le moustawa al-hor diel al-sa'il, c'est le moustawa qui est en TMS avec l'air. Il est en fait. اون كونتاكت افيك لير. اذا المستوى ديال السطح ديال السائل راه تيمس لينا هذاك السطح ديال تيمس لينا الهواء. اذا هو تنسميه سيرفاس ليبر. اذا لا سيرفاس ليبر ديال ليكيد سي لا سيرفاس دي ليكيد كي اون كونتاكت افيك لير اللي عندو تماس مع لير. لي ليكيد سي لا سيرفاس دي ليكيد. هاد السيرفاس هاد السيرفاس كاين هنا حنا ما داروش الماء ولكن ها هو السيرفاس ليك ديال الماء. اون كونتاك اي في تماس اي يلمس الاغ افيك لاغ. دوزيام كيل لو رول دي فيل ا بلومب اي دو ليكير. اذا بالنسبه لو فيل دو بلومب راه هو فيرتيكال اذا تيبين الاتجاه العمودي و ليكير تيبين الاتجاه الافقي لا ديريكسيون اوريزونتال. إذن لو رول دو لا فيل دو فيل دو بلومب سي دانديكي الاتجاه العمودي و لا ديريكسيون فيرتيكال. بالنسبة ليكير المثلث قلنا بأنه تيدي لنا الاتجاه الأفقي باش نعرفو بأن هاد المستوى ديال الماء راه أفقي. باش نعرفو افقي ضروري نخصنا واحد العمودي تيدير قائم زاويه مع العمودي مع افقي. الى لو رول دو ليكير سي دانديكي لا ديريكسيون اوريزونتال. ثالثا كو بوتون كونكلور بور لا سيرفاس ليبر دي ليكيد.
اش نقولوا بالنسبه لنا، شنو الاستنتاج والخلاصه اللي يعني نشوفوه بالنسبه للمستوى ديال الحر ديال ليكيد؟ قلنا بان المستوى الحر ديال هو فهو بلان اي اوريزونتال. اذا لا سيرفاس ليبر ديال ليكيد او روبو، قلنا هنا او روبو بانه في حاله سكون ضروري. اذا لا سيرفاس ليبر ديال ليكيد او روبو اللي خصنا نقولوا او روبو اي بلان اي هوريزونتال، مستوي وافقي. هذا كل ما لدينا بالنسبه لليكزارسيس 14 و 15. اوغوفوار على لا بروشين.